السلام عليكم خاوتنا، واش راكم؟ ان شاء الله بخير خاوتي. عندي واحد الميساج حبيت نفوته للرابطه فيما يخص مباراه بن عكنون وترجي مستغانم. كما نعرفوا بلي هذه المباراه راهي مصيريه ومباراه تاريخيه ومباراه ما تستحقش حنا نقول تكون تلعب في ملعب بدون جمهور. دونك انا الحاجه نحوس نفهمها علاش المباراه راح تكون اوي كلو تكون بدون جمهور. يا اخي على بالنا بلي كي تكون بدون جمهور اوي كلو كيكون عمل شغب، هذه نعرفوها. خلى بالنا بلي انصار بن عكنون ما داروش عمل شغب قال في الموسم هذا، دونك علاش راه باغي ديروها اوي كلو؟ تسمى كاينه حاجه الملعب على بالنا بلي الملعب اصلا من البدايه تاعو ما راهش مؤهل، خاطر على الاقل يكون فيها احنا نقولوا تكون فيها 5000 مقعد. مانيش عارف القانون واش يكون في تاع الفيفا، انا ما على باليش، ولكن يكون فيها 5000 الفوق هكذا 5000 فما فوق. دونك حنا ماذا بينا من الرابطه هذه دير ما على باليش ملعب مغاير. يا اخي بن عكنون راه ملعب من العاصمه، دير ملعب، راه كاين ملاعب بزاف، كاين ملعب تاع الحراش، كاين تاع الباوت، راه كاين خيرات الله ملعب. ومن حق الانصار تاع ترجي مستغانم يتنقلوا ويشاهدوا المباراه، من حقهم، لانها مباراه مصيريه، مباراه تاريخيه. مستحيل احنا نقولوا مستحيل تكون بدون جمهور. العقل ما يتقبلهاش. ان شاء الله تكونوا فهمتوا الميساج تاعي. جسيت باش نقولها لكم، انا ماليش مناصب تاع ترجي مستغانم ولا تاع نجم بن عكنون، انا فقط نتابع الكره الجزائريه، واي فريق يكون مظلوم ولا تصرا حاجه ما تقبلهاش العقل الكره الجزائريه نتكلموا عليها. دونك هذه المباراه كما قلت لكم راهي مصيريه وتاريخيه، لازم تكون بالجمهور، ما تكونش بدون جمهور، ولا صرات بدون جمهور او يكلو راح تكون وصمه عار على الكره الجزائريه والله العظيم. والترجي هو اللي راح يكون الضحيه وراح يكون مظلوم، لانه العاصمه راه فيها ملاعب كبار وشامل الملعب، عندهم خمسة جوية، عندهم جديد نيسون مانديلا، عندهم الحراش، عندهم فاوت، كاين الملاعب شي ما كانش. وكان نقولوا ما كانش نقدروا نتقبلوها، مادام كاين الملاعب دونك من حق الترجي الدافع، من حق الترجي تطلب بملعب اخر. وان شاء الله تكون مباراة اخوية، مباراة بكل روح رياضية. والفائز نقول له مبروك لك، كنا نقولوا بصحتك والله يوفق الجميع ان شاء الله. السلام عليكم.